أهلين بنات، اليوم بنتكلم كيف إنك تكونين محظوظة، وبقولكم النقاط اللي أنا جربتهم شخصياً وصارت لي. يعني ولا مرة حطيت نقاط كانت في بالي بعد سنة بعد فترة أشوف مثلاً 10 نقاط اللي أنا حطيتها كلها صارت. في أشياء مثلاً نقطة واحدة أو نقطتين يمكن ما صاروا، وكنت أستغرب ليش يعني مثلاً طول الموضوع أو إنه ما صار، يعني بالذات لأن باقي الأشياء صارت. فبعدين بعد فترة اكتشفت أن هذا المجال اللي كنت مثلاً أطمح فيه أو الشغلة هذه اللي كنت أنا يعني حاطة أنها صارت لها مشاكل، يعني مثلاً كبراند، خلنا نقول مثلاً صارت للبراند هذه مشاكل، فكانت خيرة أصلاً أن أنا ما أتعاون ولا أسوي شيء وياهم. الحين أنا بخبركم النقاط كلها تقريباً، يعني كل النقاط اللي كنت أنا حطتها في بالي كلها الحمد لله الحمد لله صارت. فعن تجربة أنا بخبركم شو اللي أنا بالضبط سويته. أول شيء تحطين تكتبين الأشياء اللي أنت تبغينها، أو ما بلازم بعد تكتبين، يعني تحطين صور، يعني شيء حتى ممكن يكون مستحيل أصلا، مستحيل مثلا لا يكون عندك مبلغ أنك تحصلين هذا الشيء، يعني أو أن في عندك مثلا عناصر حواليك تمنعك أنك تحصلين هذا الشيء، هذه المادة. يعني إحنا نتكلم الحين عن المادة أو عن شيء مثلا تبغين توصلي له أو تروحي له أو مثلا سفرة أو مكان. المهم إحنا نتكلم من هذه الناحية، أن تكتبينهم، يا تكتبينهم يا يكون عندك صور تحطينهم حق الباكراوند. يعني تقدرين مثلا تحطين داخل الباكراوند كذي هني، يعني مثلا أول ما تفتحين تشوفين عليه عشان تتذكرين. إنزين شو بعد؟ تروحين وترجعين عليه إذا هو دفتر. صورة عادي، صورة تصورينها مثلا وتحطينها عندك في الملف. وانتي أصلا شوفوا، حتى لو كان موضوع صعب، حتى لو كان يعني مستحيل مستحيل تلاقين، يعني انتي شو تسوي؟ انتي يوم تصورينه إذا كان قدامك صورتي أو إنه شفتي، يعني تعرفين الشعور اللي تحسين فيه قبل ما تحسين إن الموضوع مستحيل، شفتي الشعور اللي أول ما تشوفينه، يعني شو تحسين فيه؟ تقولين إن شاء الله الله يعطيني إياه، إن شاء الله هذا بأخذه في يوم من الأيام، إن شاء الله أنا بوصل لهذه المرحلة أو بوصل لهالمنصب في يوم من الأيام. شي تقولينها، تقولينها بعفوية من داخلك، ها تقولينها بإحساس طفولي. إذا هذا الشعور اللي المهم، هذا الشعور المهم، مو بالشعور اللي عقبه إنه مستحيل أوصل له. يعني كل ما بتشوفين الصورة تقولين خليني أمسحها، أصلاً مستحيل أوصله. أنتي شي تخربين على عمرك أصلاً. لا تقولين ليش لا ليش لا، يعني إذا في ناس وصلته أنتي ممكن توصلين لها المكان، إذا ناس لقته أنتي ترى على فكرة ممكن تلاقينه، ما في فرق بينك وبين غيرك، ترى على فكرة ما في فرق. أنتي من داخل يعني ها كله في مخك، أنتي يعني لازم بروحك تركزين على الهدف. مثل يوم يقولوا لك دائماً ركزي على الهدف ركزي على الهدف، أنتي تركزين على الهدف، تخلين يعني وقتك على الهدف. يعني مثلا اول تمين دوم 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 تطعين، اوكي تمام، بعدين افكارك تتغير، يعني يعني بدل ما تضيعين وقت بتلاحظين ان مثلا في اشياء انت جالسه تسوينها تقولين اوكي عشان احصل هالشيء شو لازم اسوي، لازم اسوي كذا 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 كذا. فتبدين لو انت في المرحله الاولى، بس انت على الاقل يعني بديتي تعديتي المرحله اللي هي ما تسوين فيها شيء، فانت جالسه تسوين شيء عشان انت عندك هدف، وممكن انت مو بس توصلين للهدف عقب فتره، لا توصلين لهدف احسن عنه. فممكن انت ما اخذتي هالماده اللي انت حطتها في بالك، بس عقب فتره ركزي انك انت اخذتي شيء احسن او اعلى من هذا الشيء اللي انت حطتنه ترى على فكره في بالك. زين اذا ما صار، تمت كم سنه في اشياء ثانيه صارت لك وهذا ما صار، بعرفي انه هذا الشيء كان ما بخير لك اصلا، علشان كذي ما صار. عقب بتشوفين اشياء تستوي بتعرفين ان ليش الله بعد عنك، عرفتي؟ في شيء اذا انتم تبون تسرعون الموضوع، في شيء ترى وايد 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 انا ساعدني شخصيا، يعني خاصه لما تهكر حسابي هالموضوع ساعدني انه يرجع حسابي، كان مستحيل. يعني كنت مكلمه وايد حسابات اللي هي ترجع الحسابات، كلمنا انستغرام، كلمنا وايد، ما يعني خلاص كنت فاقدة الأمل، يعني مو بأنا فاقدة الأمل، هم فاقدين الأمل. وهذا الموضوع عن تجربة أني أنا تصدقت،
الصدقات هاي لازم يوميا تسوونها، اذا مو بيوميا لازم تسوونه، يعني ما يعدي الاسبوع الا وانتم مسوينه اللي تقدرون عليه. هاي الصدقات اصلا تعتبر كانك انت حاطه فلوسك في البنك، صح؟ انت حاطه فلوسك في البنك ما راحت. ليش؟ لان هاي الصدقات يعني كيف يعني فلوسك في البنك؟ يعني كان ربك يجمع لك اياهن ويعطيك اياهن في يوم من الايام اكثر. عرفتوا كيف؟ الصدقات تراها وايد مهمه، ويعني انك انت تعطين شخص محتاج، هذا الشخص المحتاج ممكن بهاي الصدقات تستوي اشياء. يعني الموضوع يعني اعمق من اللي نحن فاهمين. هاي الاشياء تساعد في الدنيا ان في اشياء انت تتوفقين ترى فيها. ليش لازم تصدقين؟ علشان في ناس بتتوفق بعدين انت بتتوفقين. نفس الوضع موضوع المساعدات، يعني تساعدين بنت، يعني انت مثلا في مجالك في شغلك يكون مثلا في بنت ما شاء الله تالنت، انت تعرفين ان البنت هذه عندها يعني عندها موهبة، ممكن انت تساعدينها، ممكن تقولوا لهم فلانة كذا 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 تعرف تسوي. لا تقولين لا والله ليش انا ارشحها انا اولى، او مثلا انت تعرفين ان هذا المجال مو مجالك، مجالك مختلف، اوكي؟ لا تقولين لا ليش انا اساعدها، بالعكس ساعديها عشان باكر انت بي حد بيساعدك، ما بهي لازم تساعدك، لا في حد ثاني بي في طريقك وبيساعدك بدون سبب، بدون ما يعرفونك ولا شيء بيساعدونك. تساعدين ممكن طول السنة أو طول السنتين أو طول الثلاث سنوات تساعدين ناس، بس ما في حد يساعدك، بس عقب 4 سنين 5 سنين فجأة تلاقين كل حد ساعدك. يعني أنا أول ما بديت انستغرام كل البراندات تعاملت وياي رغم أن أنا ما عندي فولورز، يعني جاوا سألوني قالوا لي فاطمة كيف تعاملت مع البراندات؟ اللي يشتغلون في البراندات أعرفهم من زمان وهم بروحهم ساعدوني وبدون سبب. في ناس أول مرة بعد كانت تشوفني وساعدوني، فتحوا لي المجالات. ممكن ساعدت ناس قبل في حياتي فلقيت حد يساعدني بعدها. مثلا أنا أوجه البنات اللي وياي في الورش، أنت يوم تساعدين حد ساعدي لوجه الله، يعني ساعديهم شي بدون سبب، أنت أصلا بتحسين بفرح يوم هم يفرحون، أنت بتحسين بفرح كأنك مثل ما الشخص يوم تقدمي له هدية، أنت بتساعدين، أنت بتحسين بفرحة وياهم. نفس الشيء انت حوالينك ربعك مثلا وصلوا منصب كانت تتمنى شيء وصار لها، انت فرحي كانه هي، يعني كانك انت هي، فرحي لان الفرح معدي. عرفتوا؟ يعني لا تزعلين ان مثلا هذه صار لك شيء انا ما صار لي، انا متى بيصير لي؟ اوكي ساعات بحسن نيه تقولين يا الله كلهم مثلا تقدموا في شغلهم او كلهم حصلوا وظايف انا ما حصلت لين الحين، يا يكون خيره لك، ما في مشكله ان انت تحسين بهالشعور، لان هذا كل انسان يحس فيه عادي. حسي بينك وبين نفسك او طلعيه لاهلك لحد من يعني حد قريب منك، يعني تفضفضين له، يعني فاهمين نيتك. عرفتي؟ بس بعدين انت لان كلهم حواليك متوظفين تراك انت بتتوظفين ممكن بعد مكان احسن، ممكن وحده منهم تساعدك في وظيفتها، او تم يعني مثلا في حد يقول نبغي وحده في هالمجال، ممكن انت تلاقينا هاي الشغلة. عرفتوا؟ يعني لا تيأسون، لأن شوفوا إذا يأستوا خلاص بتيلسون، لا تمي حاولي لا تستسلمين، خليها عادة عندك، يعني شيء يعني يكون عندك سبب تقومين من النوم اليوم أنا بسوي كذا مرة ثانية، أوكي فشلت برد مرة ثانية حلو تقضين وقت، لا تفكرين في الإحباط. مثلا اوكي ما نجحتي فيه، دوري في اليوتيوب، دوري حوالينك منو نجح، كيف نجح، اكتبي كيف نجح، سوي جربي مره ثانيه، جربي مثلا كيف نجحوا بسوي من نفسهم، ما صار برجع مره ثانيه بسوي شيء ثاني، ما صار بتوجه اتجاه ثاني، بصير مجال ثاني، اوكي هالمجال يمكن ما ينفعني ما بخيره لي، بجرب مكان ثاني، بجرب توجه ثاني، توجهي توجه ثاني يمكن يكون أخير لك. أنا شخصيا صار لي هالموضوع، أنا تخصصي شيء والتصوير اللي أنا مشيت فيه رغم أن أنا ما بتخصصي تصوير، بالعكس أنا كان عندي كورس وفشلت فيه رسبت
بس هو المجال اللي كل ما اي بشتغل في شيء كنت يعني انا مجالي تصميم جرافيك اسوي شعارات اسوي هاي الاشياء بس كان اللي يمشي عندي التصوير نفس الموضوع يوميت اسوي الانستغرام اكثر شيء مشي عندي الكورسات كنت احلم اني اتعامل مع براندات طلع عقب فتره طويله تعاملت مع البراندات اللي انا حاطه اساميهم تعاملت وياهم اللي انا خاطري فيهم وكل شيء انا خاطري فيه صار كل شيء انا ابغي كنت اسوي استوى لين الحين لين الاسبوع اللي طاف اي شيء كنت ابغاه يعني شوفوا انا عندكم مثال انستغرامي وايد تبهدل كل اللي حوالي ربعي وصلوا 300,000 حد وصل مليون وايد فرحت لهم وايد اخاف عليهم زين وتميت انا يعني حتى حين افكر انا كيف ما استسلمت رغم اني يعني كنت ايأس ساعات يعني بس صدق ايأس بس ارجع اقول لا لازم رغم انه يعني الحين الانستغرام ما مثل اول بس يعني تعرفون في مجال الشغل الانستغرام ترى وايد يساعد في شغلك بس كنت احاول ولين ما عديت 100,000 رغم ان الموضوع كان وايد مستحيل ان اكاونتي انا بالذات يعني لازم كان اكاونت جديد لان في اكاونتات تتم على نفس الرقم ما تتغير بس ما استسلمت تميت ما خليت شيء ما سويت وكانوا يقولوا لي اشتري متابعين بس انا كنت اقول لهم لا موضوع الشراء هذا ما ابغي ما ارتحت صراحه يعني انا اعطيكم هاي النقاط بس انا قلت مثل ما قلت لكم دائما كل ما تضايجين صدقات وايد تساعد وتمهد لك الطريق ودائما ادعي ودائما حطي في بالك ان انت اذا تبينه بيصير تخيلي ان عندك مثلا انا ابغي هالكوب قبل ما يكون عندي اتخيل يكون عندي اتخيل استمتع فيه مثل الحين هالفون كنت اتخيل اطالع في الفيديوهات وخاطري فيه وايد خاطري فيه وكنت احاول استمتع فيه افكر هل انا بستفيد منه هل انا صدق خاطري فيه وخدته فأنتي تتخيلين الشيء الحين مثلا تخيلين كوب هني تخيلي سيارة تخيليها شو يعني ترى مثل يوم الواحد الطفل يتخيل اللعبة اللي يبغيها فعقب يحصل يوم تحصلين عاد دائما يمكن تنسين ترى إذا حصلتيها في يوم تنسين تكوني مضايجة أوكي يوم تكوني مضايجة تذكري الأشياء اللي أنتي حصلتيها اللي الله عطاك إياها قولي الحمد لله أنا عندي كذا في ناس ما عندهم كذا أنا عندي هالشيء الحمد لله أنا ما عندي مشاكل الناس عندها مشاكل تصيرين مثلا تقابلين ناس تعرف على ناس في عندهم مصايب في عندهم يعني أشياء تقولين الحمد لله على الأقل أنا ما عندي هالشيء الحمد لله أنا عندي كذا 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 بس شو أنت دائما فكري بالأشياء الإيجابية أنا عندي كذا 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 فرحي عليه ودائما قولي الحمد لله انا عندي كذا الله بيعطيك زياده الله بيعطيك على نيتك يعني انتوا لو شفتوا الفيديو اللي فات يعني شوفوا كيف صار الموضوع اسرع عن قبل اخذ يعني سنين عشان يستوي الموضوع اللي ضحك ان انا كنت في المول في دبي مول وطايفه على منه اللي وايد عجبني الشوز البينك فصورته عشان قلت في يوم من الايام انا بيه وباخذه يعني عقب فترة يعني مثلا ساعات يكون عندك مبلغ اوكي بس المبلغ اللي عندك عندك التزامات تبغين تخلصينه تبغين تسوينه فمثلا مو بوقت انك تاخذين شوز بس انا وايد حبيت الشوز البينك قلت وايد حلو بيكون حق الثيم البينك اللي انا بسويه حق اليوتيوب وحق الاكاونت احيانا يعني هالسنة فحطيته وقلت يعني عقب فترة ان شاء الله اني بحصله نفس الاسبوع وناس قالوا لي احنا ما نطرش لك شيء الصدمه يوم يد فتحت شفت الشوز نفس اللون ما باللون الثاني لا نفس اللون اللي انا مصورته انا حاطتنه في بالي فانا هذا ها عندكم دليل انا دليلكم الحق دائما اقول حق البنات انا دليلكم اذا انت يأستي في شيء تعال شوفيني انا دليلكم الحق وقلت لكم هنا نقطتين وايد مهمين صدقات وانك تساعدين الناس ويوم تساعدينهم يوم هم بيفرحون انتي تفرحين وياهم انتي تحسين انك انتي حصلتي هالشيء يا الله فرحتهم اتمنى انا افرح كذي
يوم انتي تصدقين بعد يا الناس تساعدين او انتي تفرحين وياهم، انتي ترتاحين من داخل. شوفي فيديوهات يوتيوب كيف مثلا وحدة كانت في بداياتها وكيف مشروعها نجح. يعني انا وايد احب اشوف شي اللي كيف مشاريعهم نجحت، يعطوني امل. تعرفون يعطونكم امل، لا تقولي لا ليش هاي نجحت لازم ما تنجح. لا ترى على فكرة هالشي وايد غلط، وايد غلط. غلط ان تقولين هاي ليش نجحت وانا ما نجحت. لازم ما تنجح، لازم هي يخترب عليها الشيء. الله يخليكم بنات لا تكونون كذي، واي حد تشوفونه كذي انصحوه، لان هذا الشخص ما بيتوفق. لا يقول عقب ليش انا ما توفقت، ليش انا مثلا ما عندي وهم عنده. لان انت طعي كيف تفكرين فيهم، تبين تخربين عليهم. انت حد مغصص عليك يعني مو مدانتنه، لا تتابعينه، خليهم خلي ولو لا تتابعينه عشان ما تفكرين بهاي الافكار اللي هي الافكار السلبيه. شوفي ناس انت تحبينهم، انت يعني طاقتك تطلع حلوه، طاقتك تتجدد. شوفي ناس مشاريع كيف نجحت، كيف سووا. الموضوع ترى معدي، انت تشوفين ها نجح ها نجح ها نجح، انت بتنجحين. السنه هاي السنه اللي عقبها، السنه اللي عقبها ما استوى، السنه اللي بعدها 4 سنين 5 سنين، كل ما تطول المده كل ما النجاح يجي كذي مره واحده مره واحده. يعني في شيء انا كنت انتظره كم سنه اوكي، وشيء ثاني انتظره بعد كم سنه. تخيلوا في يوم واحد كل هاللي كنت انتظره في يوم واحد صار، وانا حين اتكلم عن هذا الاسبوع صار. انا شيء اترياه من كم سنه وكنت اتمناه من كم سنه، تخيلون. ومو بشيء واحد، اكثر من شيء، وكله كله يعني في يوم واحد. يعني انا اعطيكم مثال حي لهذه الاشياء، واتمنى لكم، اتمنى لكل بنت لكل بنت تتابعني ان الله يعطيك اللي في بالك، ويا رب تنجحين. اذا كان عندك اذا انت تبين توظفين، يا رب ان هذه السنه او هذا الشهر انت تسمعين انك توظفتي وفي احلى واحلى وظيفه. ويا رب اذا انت في بالك شيء تحصلينه، يا رب تحصلينه ان شاء الله، ان شاء الله بتحصلينه. واذا انت عندك شيء بس تتريين مكالمه انه يخلص، يا رب ان اموركم كلها تتيسر يا بنات. واتمنى لكم التوفيق في حياتكم. وانا اعرف متابعيني، متابعيني ناس وايد حبوبين، متابعيني ناس مثلي قلبهم نظيف، انا اعرف هالشيء. وهالشيء اللي انا وايد فخوره، وايد فخوره فيه. انا اقول لهم دائما انا فخوره في متابعيني، متابعيني مو باي ناس، متابعيني يعني مستوى ثاني. وهالشيء يعني من يوم كان عندي 20,000 متابع اقول لهم صح هم 20,000 متابع، لكن هذيل ال 20,000 متابع ناس راقين. فانا افضل يكونون متابعيني ناس راقين عن ناس هاللي يضاربون ويسوون مشاكل. انتم مثلي، مو بكذي، انتم مثلي يعني نفس الشيء، فاهمين علي. فالله يوفقكم في نجاحاتكم، واتمنى ان انتم تنشرون هالفيديو لناس تحتاج هذا الشيء. وشكرا لكم حبايبي، ارقدت ريلي.